سيدي جبت الأوراق اللي بدهم توقيع. أخي هالظرف إلك. نقيب كمال. ألفا سكرامبل كود 300 درجة متوسطة قوى غربية تعدي على حدودنا أنذار حقيقي يرجى التحرك بسرعة. ألفا سكرامبل والكود هو 300 درجة متوسطة قوى غريبة تعدت على حدودنا يلا تعال. الخوذة سيدي. شكرا. طائرتان في حال تخطي المجال. الإحداثيات 48.08 النقطة 16 في الجهة الجنوبية. حول. طائرة رقم 1.1008 1.051 في النقطة 16 في المتابعة. طائرة رقم 2 في النقطة 16 في المتابعة. كوبرا 6.6 تخطي المجال الجوي. يرجى الاستعداد لإمكانية التدخل. ستة دروك تعليمات بقى. زال خطر تخطي الطائرتين المجال الجوي. عودوا للقاعدة. دروك كوبرا 6.6 تم التلقي. عائدون. آخر الدائقة قلعة جلاتا وقررت وكتبت له مكتوب وحطت المكتوب بظرف وطار لحاله من قلعة جلاتا لقلعة بنت السلطان. بس كلمات الحب اللي كانوا بالمكتوب كانوا تقال كتير لدرجة كبيرة قاموا وقعوا بالبحر. وقلعة بنت السلطان ايه بس لو كانت بتعرف بعتقد كانت وقعت حالها بالبحر. لا ما وقعت وتحقق حلمها بالأخير كمان. أحمد أنا مرعوبة. لا تقلقي أنا جنبك. كل شي رح يكون أنور. بخير أنت لا تخافي. أحمد أنور يلا. ما كنت أتعود على اسم أنور. أنت وأمي بتنادوا لي أحمد. موفق. أنا كتير خايفة يا شباب. اهدي شوي رح ننجح إن شاء الله. بس أنا متوترة كتير وبالي مشغول. خلص روقي. قديش؟ 6 دي. عن جد؟ تعبت كتير. را
برافو عليك، كملي هيك، استعدي هلا. قلت لك رح هلأ تنجح. شو هاد؟ لك شو هاد؟ حلو كتير هالاختراع والله. يا عسكري فكر انك بالملاهي. اسف اعتذر سيدي. انا جاهز سيدي. من 300 نقطة لل 350 نقطة، وفي تزايد لل 400 نقطة، ورح اعمل اسقاط باتجاه اليمين 30 درجة. انا كتير منيح وفينا نكمل سيدي. هلأ ونحن موجودين بحجرة الغاز هاي، فيكن تفتحوا الكمامات من جهة اليمين. انتو عم تكتبوا لازم تنتبهوا منيح انه يكون ضمن الخانات، ولما تحسوا بأي غلط فيكن ترجعوا تحطوا القناع مرة تانية. يا أغرار، شو أخباركن مع المعاينات؟ نحن مناح سيدي، وإن شاء الله رح نكون عندكن بعد فترة. أنتو رح تاخدوا الوسام، متأكد من هالشي. خود لشو، بتجيب لك الحظ. بكرة في عنا عرض، تعوا تفرجوا. بتشكرك سيدي. لك شو هذا يا بنت؟ 51، 61، 41؟ شوف ورقتك بالأول وبعدين احكي. ايه وشو بورقتي؟ كاتب الأرقام صح، بس اسمك كاتبه أحمد أمون. معقول غصون؟ بس يمكن رشفت إيدي شوي. طبعاً طبعاً، مو لأنك أحوال. الله يوفقكم، شوفوا لي شو المكتوب بالورقة، ما عم شوف بعيوني لهلأ. يا حرام، ما رح تكمل معنا. ايه بلا غلاظة، ناقصني اكتئاب. غصون أنت شو فيها؟ قولي لشوف. لا لا، ما في أي مشكلة الحمد لله. بتعرفوا؟ أنا كنت رح أرسب هلأ. وليش بقى؟ قال مناخيري مو مفتوحة ولازم أعمل عملية الجيوب، ورح أرجع أكشف الأسبوع الجاي. إن شاء الله ما يعملوا لك مشاكل. قلت لي جيوب؟ مين شخصك؟ مستحيل هالشي. أنا برأيي تفوت على الحمام وتغسل أنفك أحسن ما تعمل عملية. لك كانوا إلا شوي رح يدقوا ببعضهم. حلو. خير شو بكي؟ اوف شو هالجمال عاد. وين الجمال بقى؟ والله ماني عرفانه ليش مبسوطين فيها اصلا. شو اللي عم تقوله؟ اذا فعلا انا مثل ما عم تقول، تعورجيني همتك مع الاف اربعة. شو هذا يا؟ ليش شو بكي؟ عم امزح معي. سلام. اهلا غصون، وين رجعت شردتي؟ بصراحة أنا عم فكر باللي رح يصير بالفترة الجاي، بس تنتهي الفحوصات الطبية رح تسافر على أزمير وأنا رح أبقى باسطنبول، وساعتها ما أنا بعيدة غصون، أكيد رح نشوف بعضنا. شفتك كيف عم تطلع بالطيارات من اليوم ورايح، أنت بالسماء وأنا على الأرض. هذا مالو فراق برأيك؟ لا أبدا، الوقت بس رح يكون ماشي بطريقة مختلفة مو أكتر. ولما الوقت يمشي بطريقة مختلفة الحياة ما رح تختلف. رؤى رؤى خلاص اهدي، خلاص تعي. إذا هو الأول على الكلية ورسب، معناها نحن شو؟ أحمد ونور، عائشة دينجر، مصطفى هزارجي، أو السوزيري. الحربي مصطفى. الحربي يا عائشة. الحربي أحمد. الحربي أوس. الطيار أحمد أونور، ومهمتي الأولى والأساسية سيدي حماية عالم بلادي المقدس. لونه
لون أجدادنا المباركين، وقماشه ملمس دماء الشهداء، ولمعانه مثل ضوء النصر، هلاله ونجمته الحرية والاستقلال، رفرفته هي الإرادة الشعبية، وضمه شرف ومسؤولية، وهي أمانة كبيرة من الشعب التركي لإلي. هاي الأمانة الكبيرة أنا بستلمها بإرادتي، ورح حافظ عليها بكل القوة اللي عندي. رح خلي العلم يرفرف دائما بالعلالي حتى آخر قطر الدم، وأنا ما رح أموت إلا لسلم هذا العلم المقدس لشخص شريف من بعدي. هذا العلم شيل بعد شيله من إيد لإيد، وللأبد رح يرفرف عالي بسما هذا الوطن. حماية علم البلاد من أقدس وأهم واجبات الجندي الشريف، ومثل ما استلمت هذا العلم بكل شرف وفخر، بتعهد إني أقوم بتسليمه لجندي شريف من بعدي بكل شرف وفخر. الحمد لله إنه عشنا وشفنا هاليوم. ألف الحمد لله. الأولاد صاروا برتبة ملازم وطيارين قد الدنيا. أنا ماني مصدقة لهلا. أكيد أبوكي فخور فيك كتير هلا يا بنتي. غصون أنتي وين عم تدرسي حبيبتي؟ بالكونسيرفاتوار. معناتها رح نتفقي مع عمك محمد لأنه بيحب الفن كتير. مظبوط، وأنا بانتظار زيارتك، ما تخجلي. أكيد. الاثنين متقاعدين وبيضلوا بالبيت، ولما بيشوفوا حدا بيعزموا دغري لعنا. يا ربي دخيلك، لك ليك على هالحكي اللي عم يحكيه هلا، كأنه عم نبعت ورا العالم من دقيقة خلقنا. حاجة تضايق حالك أخي. منيح اللي ما رفضوه كمان وقالوا لك سوي العملية وتعال. ليكن اجوا. عملية صالح نجحت. خلصنا. لك لو كنت ترد علي وتنظف انفك كل يوم ما كنت مضطر تساوي هالعملية كلها. لك اسكت بقى. يا زملاء جاهزين للطيران؟ دائما. غصون بخاطرك دعي لنا ولا تقلقي عليه لانه بامانتي. لاحق ماشي. انتبهوا على حالكم. ماشي يلا رح نسمع. اسبقوني. رح ابعتك لبين الغيوم، ابقى سلم لي كتير عليهم. وانت ديري بالك على حالك، لما تصح لي فرصة اكيد بيجي. هالبوابة بداية حياة جديدة بالنسبة لإلك، رح تدخل لجوا وانا رح ابقى برا احمد. عم تحكي وكأنه ما عاد نلتي. قلت لي يكون معك على طول، بس اتطلع أنا مجبورة أرجع من هالمكان. الرابط اللي بيناتنا رح يضل الأبد غصون. يلا تعال. ما تشيل هاد أبدا. السماء اللي ما لها حدود هي أراضي للطيارين الأقوياء بس، رح تطيروا فيها وأنتوا حاسين إنه مصير وقدر هالبلد مربوط بإيديكن يا أبطال. والشي اللي لازم تتعلموه مو الطيران بس، بدكن تتعلموا تكتبوا بالسماء، تكتبوا عغيومها اسمكن بفخر، تخلوا الغيم فيها يحكي عنكن حكايات، يحكي عن انتصاراتكن، يحكيها للشمس ويحكيها للقمر، للمطر
وحتى لقطرات الندى. يحكيها لكل صقر، يحكيها للأجيال وهو متباهي ببطولاتكن. بدي الجيل الجاي يرفع راسه فيكن ويتعلم منكن. الله يخليكن ذخر لهالوطن، وبتمنى لكم التوفيق يا ملازمين. أهلين فيكم بقاعدة جيل الجوية. شكراً. انتباه. شايف الكل هون واقف باستعداد، في مين طلاله جناحات وبده يطير هلأ وفوراً. في حدا حابب ياخد طيارة ويطير بالسما؟ ما في حدا؟ أنا موجود سيدي. اصبر لك شوي يا ملازم. اللي انت امتى كبرت وصرت فراشه؟ احمد انت شو عملت؟ شو عملت يعني؟ هو سأله انا جاوبت. انت ما شفت حالك، رئتيك كانوا رح ينفجروا. خلص بلا بياخة. ليش بيقولوا عنكن التوأم؟ لأنه نحن رفقة من لما كنا صغار وكبرنا سوا. حلو. لنشوف كم اسم رح ينشال وكم اسم رح يضل. ممكن اسمنا ينشال بس أثرنا رح يضل سيدي. اسمعوا يا ملازمين، أنا بتمنى الكل ينجحوا ويطلعوا من هون، بس اللي ما عنده موهبة واللي جسمه ما بيساعده على الطيران بيرسب وبيطلع. ماشي؟ الله يحميكم. كلامه بيخوف سيدي. عند هي النقطة بالذات بنتقل للطيران المستوي وبالتتابع مع النقطة 13 وحركة الطائرة السريعة ببلش بالتصاعد للوصول للنقطة. بعد ما نزل المكابح وافحص الرادارات بخفض سرعتي لل 120 عائدة، ومع انخفاض السرعة بفحص الوقود. بالبداية بقطع الأفق بشكل مستقيم، بمجرد ما أقطع الأفق ببلش بموازنة الأجنحة وبعدين بتوجه. إذا كان عندي شك إنه الطيور صابت المحرك، أول شي بفحص المؤشرات وبعدين بلغي عملية الصعود. بعد ما تنقلب الطيارة بهي الحالة مع ال 34 جي بنتقل للسحب، وبعدين بروح عند النقطة 6 فاصلة سيدي. رح أسألك سؤال، وإذا بتجاوبني صح تاخد طيارة وبتطير. تفضل سيدي. وإذا جاوبت غلط ما بتطير لتعطيني الإجابة. شو طيرت بالأول؟ تي 41 تعليمية سيدي. متأكد من جوابك؟ ممنوع من الطيران لتجاوبني. شو؟ طرنا أول مرة بتي 41؟ سألني شو أول شي طيرته؟ مو تي 41؟ ها؟ صح؟ ايه. وبعدها منهبط دغري. صالح؟ الملازم صالح، انت شو بتعمل؟ سيدي، من غير أي تردد بفتح أجنحة الطائرة على الآخر وبطبق معها عملية الاهتزاز. بالبداية بحب أحكي عن لوحة المؤشرات الموجودة بهالطائرة. هلأ هون في فرق بسيط مع أنه نفس الموديل تقريبا. برافو برافو برافو. باتجاه الساعة 11 يلا. لك ميلية شوي على اليسار أخي. يلا بسرعة شوي. سكوت. مو طيرنا أول مرة تي 41؟ طيب ليش قال لي انه غلط؟ عملية الهبوط الاضطراري، سحب مقود القذف. نط 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 نط. والله عم بمزح معك. قولك وهمتك يا لا 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 نط. عم بمزح. انا بخرجك.
عم تسمعي الصوت ما هيك؟ الكل بالهواء وأنا على الأرض. ليش أنت على الأرض؟ أستاذي واحد مجنون سألني سؤال وقال لي محرومة من الطيران لحتى تعطيني إجابة صح. وبتعرفي شو سألني؟ شو أول شي طيرته؟ كلنا بالأول تعلمنا نطير على التي 41، بس ليش قال لي غلط؟ ما عرفت. إيه بس هو ما سألك شو هو نوع الطيارة. معقول ما فهمت؟ الضغط بين 10 و45 طبيعي، بوقف المحرك اليميني وما عاد شغله أبدا. ملازم عائشة. الملازمة عائشة، أنت شو بتعملي بهالحالة؟ سيدي قبل ما وقف المحرك اليميني بشيك على نسبة الزيت والشحم إن كانت وصلت للحد ولا لا، وإذا كانوا ضمن النسب المحددة بوقف المحرك. أنت اليوم محروم من الطيران ورح تكتب زيت وشحم 1000 مرة، وبدي شوفهم الصبح على مكتبي. مصطفى ليش عم تكتب؟ روح اطبع انطباعة بلا لك التعب. سكوت. أيوة، البنت والموتور أحلى من بعض، بس بتعرف هالموتور كان خرجي أنا. على أساس كان في عندك موتور وبتفهم فيه ما؟ لك موتور شو يا زلمة؟ أنا عندي طيارة. هذا الكاس الشاي يا دريس. أيوة. شكرا لك. لك والله 1000 مرة كتير ما؟ ديروا بالكم حدا يغلط بالنظري ويكتب هالجزة مثل مصطفى. بعترف عائشة أنت حافظة، بس هي القصة بدها قوة شب. خلينا نشوف مين بده يطلع الأول بالعملية. عن جد؟ نبقى منذكر بعضنا بهالحكي. نمشي؟ يلا خلينا نمشي نحن. حياتي الله يقويك يا مصطفى. وأنا كمان اشتقت لك، بس كيف بدي أطلع من هون هلأ؟ أهلي قراب كتير مني، بس لهلأ مو قادر أطلع شوف حدا. فهميني بترجاكي. لك أنت شو عم تعملي؟ واقفة فوق راسي مثل الحارس. لك بلكي عم أكتب مكتوب غرامي. لا عن جد؟ 1000 مرة قليل إذا هيك. بتعرف إذا ما صرت طيار بتصير خطاط، لا تزعل. وأنا كمان بحبك. باي باي. غصون؟ وليش حالتك هيك بقى؟ شو بيعرفني؟ هي بدها تجي وأنا مو قدران أطلع. البنت عندها حق، بس كمان إذا أجت ما رح أقدر شوفها منيح. قالوا لي إنه هاي الكلية صعبة، بس ما كنت متخيل لهالدرجة. هلأ هاد الشيء اللي مزعلك أحمد؟ خليها تجي بعطلة آخر الأسبوع، بتشوفوا بعد كم ساعة وخلاص. أي عندك حق. شو عملتوا؟ نحنا؟ ايه مصطفى اسمه هلأ الخطاط مصطفى. انتبه منيح، الدرس الأول هو عن التحكم عندك. علم سيدي، التحكم عندي. حضر حالك سيدي. دورة كاملة، منحرك المقود. علم سيدي. سيدي أهلا وسهلا. أهلين فيك. شكرا لك. العفو. الله يقويك. شكرا. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يقويك. شكرا سيدي. كيف كانت؟ منيحة. حلو. شكرا. ما نسيت شي؟ هالطاقم اشتغل للصبح كرمال انت تطير. يلا روح تشكرن هلا. يلا. انت محروم من الطيران. لوين رايحة؟ على قسم التبديل. خدي الطيارة وطلعي تدربي. يعني سيدي اطلع لحالي؟ انت متأكد من هالشي؟ لا تسألي كتير، نفذي الحكي وبس. بتشكرك سيدي. برافو عليكي. شكرا سيدي. طالبي كمان استحق هالفرصة، بس روحها من ايده. رايحة طيران لحالي. Thank you.
كثير. برافو. هو الطيران وهو برافو. برافو. خلاص. يلا يلا. خلي ضغط. يلا ضغط. يلا. بكم واحد. اثنين. ثلاثة. يلا. أربعة. حاجتي. مبروك. شو رشون. برافو عليك يا عائشة. ايه رشون. رفعتينا راسنا. خلص يا جماعة خلص. خلص. بتجنني. خلص بكفي يا شباب. شكرا. خير شبك؟ خلص اسكتي بقى، طرتي لحالك مرة، صرتي دغري طيارة. لك مصطفى، أول طيران لإلي، أول طيران. يلا بوس إيدي لطلعك معي. يلا بس إلك طلعيني معك، وقتها خليني بوس إيدك. في واحد كان بالطيارة مع أستاذه وما عرف يعمل شي فوق، لما نزلوا قال له ضب المظلة، هو وعم يضبها سأل الأستاذ بكل برادة، أستاذ يعني أنا رسبت هلا؟ حاجتك بقى. إيه، شو عم تعملوا هنيك كمان؟ عم نحاول نطيروا بس، كل يوم بتخيل حالي بغرفة القيادة. ايه وانا عم احلم فيك وانت عم تبوس ايدي لاعطيك كم درس بالقيادة. يا ربي. عم امزح معك لا تزعل. احمد وانت بشو عم تحلم؟ بالطيران فوق وبس؟ يعني برا كمان في حياة بتعرف ما هيك؟ الحياة هون مختلفة كتير غصون، الحياة برا الكلية عادية كتير. صار عندي هلأ حياة فوق وحياة تحت، الفرق بيناتهم كبير. كيف؟ اشرح لي اكتر. لما بكون فوق بحس اني صرت بمكان هادي بيشبه روحي، بس على الارض ما بحس هيك، كاني غريب ماشي فيها. ما رح تفهميني. لا فهمانتك. لك شو حكيت انت؟ شو هاد غصون؟ طلع لأحمد أستاذ اسمه النقيب كمال، يا ريتك شفتي، إنسان عجيب غريب، وهذا شكله صار مثله كمان. بقى لا تردي على كلامه السخيف. لك هذا الزلمة رهيب، طارت من ساعات بخزان الطيارة وما أخذ احتياط بنوك. إيه؟ برأيي ما في مثله بالكلية كلها، مو هيك؟ الله يعينك يا غصون على هالعلقة. إيه مزبوط. وهلأ رح نفترق مرة تانية. بس هذا اسمه وداع مو فرقة غصون. انت وعلى الارض ما بتشتاق للسما؟ اي طبعا بشتاق لها. وانا كمان عم بشتاق لك بهالطريقه. احمد شي مره وانت نازل من الطياره فكرت انه هي اخر مره رح تطير فيها بكل حياتك؟ لا مستحيل اني افكر. بس انا رح افكر بهالشي. ركاب اسطنبول، ركاب اسطنبول على الباص. غصون ما تعملي هيك فيني، نحن رح نرجع نشوف بعضنا، ترجع تيجي. بقطع السبع بحور كرمال شوفك. رسمت هاي امبارح، كيف؟ هذا صقر ما هيك؟ لا تكون عم ترسمها كرمالي. إذا عجبتك خدا، بس ناوي أرسم شي تاني إلك، رسمي إلى زمان ببالي. بالله؟ وين عائشة؟ أمي عائشة راحت على الكلية وبتسلم عليك كتير، هي مشتاقت لك. صحيح، ليش ما جبت غصون معك؟ يعني مو معقولة وصلت لحد هون وما تجي كم يوم لعنا؟ ما بعرف أمي، البنت عندها شغل وما فيها تضل، لما تجي المرة الجاية بقلها تضل. ماشي؟ اسمع ابني، انت مقصر كتير معنا، بس اوعك تقصر مع هالبنت ولو شوي، لانها عم تيجي لعندك من اخر الدنيا. عن جد معك حق بابا، بس كمان لازم ركز شوي على التدريب، والله صعبة. انا ما بعرف، بس حاول. عمهلك يا رجل عمهلك. بعدين كم مرة قلت لك ما تاكل قبل ما نطلع بالطيارة؟ بلكي هلا استفرغت. اخدها انا سيرو. تقريبا خلصتها، قدمت طلب على القوى الجوية وهنن الحمد لله قبلوني، وبدي مساعدتكم اذا بتريدوا. ليش؟ رسالتك عنا؟ ايه هيك شي. رسالتي عن تأثيرات الضغط على الطيارين بمراحل التعليم الأولى. طلبك عند أحمد، بحب الطيران لدرجة بينسى أمه كرمال يطير. هلأ هي هيك اشتريتيها ولا لونتيها بمحل؟ لا أنا لونتها. ممكن تلوني لي خوستي؟ طول بالك شوي، صير طيار بالأول وخلينا نشوف آخر النتائج لألك. ها وصل واحد من اللي عملوا الفحوصات الأخيرة. شو الأخبار؟ شوفي شبكوا، ليش كلياتكم عم تطلعوا؟ هيك؟ أنا ما عم بتطلع، لا تحسبني معهم.
مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. تفضلي خدي هاي، كسبتها من شرط. العمى ما أدفعك عم تشارط علي تضرب مع أغلظك. ضوء إنذار الهيدروليك توقف بالمحرك اليمين، سأقوم بإيقاف اضطراري. لا تقوم بالإيقاف أبدا. علم علم، سأقوم بالإيقاف سيدي. تأكيد. سلبي سلبي، لا تقوم بالإيقاف، المحرك يعمل. لماذا ستقوم بإيقاف محرك يعمل؟ خلص شغل الأضوية. الكل سمع هلأ كيف الطيار المتوتر بيغلط بالمعلومات. هذا آخر درس وضل وقت قليل على التخرج. ماني مضطر أعمل من الكل طيارين، البعض منكم بيرسبوا بسبب أخطاء بسيطة ومعروفة. انتبهوا منيح ولا تتهاونوا بشي. ملازم أونال محروم من الطيران حتى إشعار آخر. الملازم أوس. الملازم أوس. برافو عليك يا ابني. سيدي رح ضلني عم حاول لأطلع الأول على دفعتي. تعال. أنت بشوفك عم تضير لحالك. شكرا لك. يلا بشوفك. وينو اسمي؟ يكون واقع بعد شوي لشو؟ طلعي مو هون، ما هون. والله زعلت عليك من قلبي. أو السوزيري تاتا. هلأ هاي مسحة بتمزحوها معي بالله، بس صدقوني ما رح مرق لكم. يا كلوه والله. خلص رجع الاسم. خلص رح رجع. الله امشو. دايات ما هاي؟ دايقتوني على فكرة، هاي ما أنا مسحة. امشي سيدي. ممكن نعمل مناورة كوبرا؟ برج المراقبة، هدول الشباب متحسين كتير. رح نعمل مناورة كوبرا بالمجار رقم 3. علم سيدي، رح نبدأ. سيدي نحن راجعين. هي مشكلة؟ سلبي سيدي، بس لازم نرجع. التحكم عندي. حول، فيكن تنزعوا الأقنعة بكل أريحية. أحمد، نحن كمان راجعين. حدد موقعك ولازم أحمد. 3-2. بالنسبة لقاعدة جيلي، ما يقارب 275 راديال وبالميل 32. شو هاد؟ شو هاد يا؟ لك هي أحلى طيارة. لك شو صار له؟ يلا تعال. في هاي بدنا نطير. لك في هاي بدنا نطير. اسمعوني يا شباب، هالطيارة شغلة عظيمة كتير، تمرق مثل البرق. طلعوا عليها ما أحلاها. هز الأرض هز. جن. حتى صوتها نغم. شايف هاي؟ بشرفي خرجك. ايه عن جد. اسمعوا، أنا بكرة رح أقدم لهم طلب مشان انتقل على الهليكوبتر. خلص قررت. لا أنا رح طير فيها مثل الفراشة. طيري يا حلوة طيري. طيري طيري. يلا أنا متأكد إنه الهليكوبتر رح تناسبك، بس للأسف ما رح شوفك فيها. لا شو هالحكي، بكرة بصور لك ياه وببعت لك الصور. رح نشتاق لك كتير يا غليظ. شبكن زعلانين علي؟ ما أنا مستاهلة يعني. صحي ماني هون، بس فيني كل فترة إجي. أي منعرف هذا الشي، بس تضايقنا كتير من طلعتك وصدمني كتير رسوبك. أنا مستحيل أنسى هديك اللحظة. اسمعني لقلك، انت ما لك اي ذنب اللي صار، الحق علي انا وبس. ماشي، انتبهي عليه وحطيه بعيونك التنتين. ولا يهمك، تعال شوف. يلا بخاطرك. مع السلامة. يلا. شو هاد يا
والله حرام يتركنا ويروح. بتعرفوا على مين بدي اتغالظ انا هلا؟ انا شفت اوس ونحن فايتين. عائشة طمنيني، شفتي الاسئله شي؟ ايه بجيب لك اياهم بس نوصل. تمام. برايي بحثك ناقص. يا ريت لو تحكي عن الرسوب بالاختبارات الاولى. ملازم احمد، ملازم احمد، اتصال هاتفي يرجى التوجه الى حجره الاتصالات. موبايلك كل الوقت مغلق، بعثت لك مسج صوتي اني جايه بس لك يومين ما رديت. انا اسف غصون، اوس رسب وكنت كتير مقهور. عن جد لا تاخذيني. انت امتى جاي؟ انا هلا عندك. شو بتقدر تجي؟ انت هون؟ غصون انا كنت بجي بس بعد شوي رح اطير لاول مره لحالي، يعني ما رح اطلع من الكليه لبعد الساعه 6. هي صديقتك؟ لحظة غصون. نعم هي سيدي. لازم الواحد يرتاح، روح لعندها وغير جو معها. والطيران؟ هذا اليوم إجازة لإلك. ما بتعرف، يمكن يكون في. عمي محمد، طيارة الاف 4 كتير كبيرة. صبلي من هيك. لا تحكي لحتى أخلص حديثي، كم مرة صرت منبهك على هالشي؟ أولاً لا تحكي وتمك مليان، وثانياً شفت عنكم مصر إنه يطلعني هبلة، خلص بطلت أركب طيارة. خلص فهمنا شي. رسوم بنتي، طمنيني شلون دراستك؟ منيحة عم محمد، رايحين هالأسبوع على أوروبا لأنه في معرض. حلو. ومتوترة لأنه هي أول سفرة لإلي. على خير يا بنتي، إن شاء الله بتتوفقي بهالسفرة. شفتوا الرواق؟ وانتوا ضلوا تخانقوا مع بعض وتناحروا. هل مناقرات عنا ياها نحن كمان؟ لو تشوف عازفين الكمان والناي كيف بيتنافسوا. بصون ممكن ساعديني، بدي جيب صحون من المطبخ. يا ترى انا منن الاف 4 الناي ولا الكمان؟ عائشة قصفي ليمون من على الشجرة وخبري امك تجي. ماشي. خالي خديجة هالليمون لساته اخضر برأيي بلا ما نقطفهم. وصلت امي. وصلت والكفته كمان جاهزه. تفضلي بشهي. يسلموا ايديكي. امي ليش تاخرتي؟ مو بايدي. ليك اخي شو بخاطرك فيني وما بقى تخلص احاديث. يلا كول كول. يلا تفضلوا كلوا من الكفته. تفضلوا بلش. امي قالت الكل ياكل. يسلموا ايديكي خالته. صحتين وهنا يا ابني. خالي نسرين، ها مصطفى بيعرف ينقي برغل منيح بما انه هون جيبوا له كم شوالي نقيه. يا جماعه الشاي صار جاهز. اهلين نسرين. اهلين فيك يا سيد احمد. شو عم يحكي؟ تفضلوا الشاي بيفتح النفس. ما بعرف لك والله انا ما عملت شيء. لا تكذب. عائشه انت واحمد اكثر من اخوه، انتبهوا على بعض. بابا غصون بترقص باليه كثير حلو. عن جد؟ والله يعني انت كمان بتطيري بس في سما تانية. اي صح، بس احنا جناحاتنا مو مصنوعين من الحديد، مصنوعين من الحب والحلو. رومانسية هالغصون. هالكلام كثير. كلام حلو كثير. حلوين كثير عن جد. يسلموا ايديك. شكرا. شو هالالوان هاي؟ بتطير العقل. خدية صارت الك ذكرى مني. شكرا كثير الك. ليكي وهي عم ارسمها لاحمد، لسه ما خلصت بس ما خبرته. يلا هالرسمة حلوة كتير. اي غصون احمد، هلأ وصلني الخبر. كنت بالحفل، عائشة اتصلت وتركت لي مسج. الله يرحمه كتير زعلت عليه. تسلمي غصون، انا مقهور كتير. كنا نطالع على الطيارة، حكيته وقلت له بيجي المسا بس ما شفته حتى. أحمد، ملازم أحمد، قوم خلينا نطلع شوي لبرا ناطرك. أهلين غصون. أحمد أنا جاي. مو وقت غصون، عقلي ملخبط كتير. برأيي لا تجي على الفاضي.
ايه بس انا بيهمني كتير اني يكون جنبك بهالظرف الصعب. لو سمحت خليني اجي لعندك. طيب مثل ما بدك. شو لازم تكون قوة الرياح لرفع الأجنحة؟ 20 عقدة سيدي. والله ماني منيح. النقيب حرمني الطيران وعطاني كارت أحمر. أنا كتير مقهور أصلاً. خلاص انسي. شو أخبارك أنت؟ منيحة؟ منيحة. أنا رايحة على المشغل. تروح معي تريح راسك شوي؟ والله بصراحة ماني رايق، بس إذا بدك بروح شوي معك لهنك. ايه كتير منيح. تمام يلا. حلو هاد، هات لشوف. تفضلي. يلا طلع. ما عم بقدر أوصل له، بعد شوي بجرب كمان. طيب رح استنى هون معناتها. تفضل. أهلا وسهلا. ما شاء الله طلعتي كمان رسامة؟ هدول اللوحات أنا اللي رسمتهم. حلوين كتير. وبتلوني خوز كمان ما؟ لونتهم لرفقاتي اللي عندهم موتورات. شو عجبتك هي؟ عن جد تلوينك شي كتير حلو. فيك تلوني لي خوزتي؟ أنا برأيي بكير كتير عليها. معك حق. قديشني رح أضل بهالكلية؟ ما حدا بيعرف. إيه صحي، ليش بتضل حاطط هاد الفولار؟ إله ذكرى معينة عندك؟ هدية. بأول يوم إجيت فيه على الكلية هي شالته ولبستني إياه. لك ليش ما حكيت يا أحمد من الأول وأنا حاطته وقاعدة؟ أنتي ما سألتيني، أخدتي دغري. آسفة كتير. ايه وين حبيبتك؟ موجودة هون هلأ؟ باسطنبول هلأ، ومشان هيك متضايق كمان. بآخر اتصال قالت لي جاي. وقلت لها لا. برأيك كان لازم إلا تجي؟ معقول هذا سؤال؟ ليش قلت لها ما تجي؟ ما بعرف. يلا اتصل فيها. اتصل ما؟ ايه طبعا. يعني بس إذا اتصلت ما رح ترد علي. وين التقرير؟ نسيت انه بكل 10 دقائق لازم تقدم التقرير؟ شو مستني؟ R4 هل تسمعوني؟ R4 هل تسمعوني؟ احمد جاوب، نحن ناطرين تقريرك. R4 اسمعك. R4 اسمعك. حول لك ما فيك تقدم تقرير حتى؟ التحكم عندي. R4 حول، اطلب الاذن بالهبوط. احمد اخذت الكرت الاحمر الثاني. عن جد ما بصير. يرحموا يرحموا شوي. لك كأنه ناطروا على غلطة ليعطيه كرت أحمر. إيه شو هالأسوة هي؟ ما بيعرف بوضع الزلمة يعني. ما هو كان بالجنازة. أستغفر الله.
أحمد شو هالحالة؟ اصحى بقى أخي. ليش إجينا لهون؟ ها؟ كيف إجينا؟ الوعد يلي قطعناه لبعض نسيته؟ لا تطلع فيني وكأنك ما بتتذكر، بعتبرها خياني بعدين. سكتي خلصنا. ليك مصطفى أنت لا تتدخل، ارتاح. أحمد اطلع فيه، نحن ما وعدنا بعض من لما كنا صغار؟ ما قلنا أنه نحن رح نصير طيارين سوا أو ما رح نكون أبدا؟ بهداك اليوم ليش رحنا أصابيعنا؟ ليش أكلنا قتلة؟ لكن نسيت البكية اللي بكيناه بسبب هالوعد؟ اسمعيني. اسمع، نحن نزفنا دم بيومه وعاهدنا بعض بالدموع، وحتى قلنا رح نقدم رواحنا كمان. اللي عم تعمله رح أعتبره خيانة أحمد. خلصنا، بكفي. ليك عمو محمد الله يرحمه كان أبي أنا كمان، وكانت أكبر أحلامه أنه أنت تصير طيار. بالوقت يلي لازم تتعلق بهالحلم بإيديك استسلمت؟ هاد يلي رح تعمله كرمال أبوك؟ أنت ما عم تفهمي علي نهائياً. لك شو يلي ما عم أفهمه أحمد؟ طلع فيي. لك تذكر ما حدا بيفهم حالتك هي أكتر مني. انتباه، وضعية السلاح الآن. خذ نار نار نار. استارح. شو بكي؟ شوف أحمد، هي طيارة بابا. شو صار لها؟ وقعت مني. شو صار لأبوكي؟ طار بالطيارة. أريني لشوف. أدخل. سيدي بدي أحكي مع حضرتك بموضوع. إيه تفضلي. سيدي اسمعني، الكرت الأحمر الثاني ما كان لازم تعطيه لأحمد أنور. تقبل وفاة أبوه بكل إيمان، هو صبور كتير وقوي وبيتحمل كل شي. مخاوف والدته هي السبب الحقيقي، ولهذا الشي انخفض أداؤه. أنا لهلا أبو سقفي، ولو كان حدا تاني مكانه ما كنت بعطيه الأحمر، بس أنا عطيته الكرت التاني كرمالي صحة. فهمتي؟ الأول إيه أنت عطيته يا، بس الكرت التاني هو أخده برغبته. كيف يعني؟ سيدي نحن ما نقال عنا التوأم على الفاضي، إذا حس بشي أنا كمان بحس. السبب هو أمه؟ شو اسمها؟ خديجة أنور. كان في بضيعة من الضياع، ولد صغير تنبل بارد، وفوق كمان كان يكره كتير الروح على المدرسة. أمه وأبوه وقتها بعتوا يرعى الغنم. الولد رجع راكض على البيت، قال لأمه بحماس: أمي أمي أنا شفت اليوم شي كبير وحلو عم يطير. قام أمه قالت له: آه عصفور. لا مو عصفور، كان فيها شخصين جواتها. قالت له: هي طيارة، واللي كانوا جواتها طيارين. قال لها: أمي أنا كمان بدي أكون طيار مثلهم. أمه قالت: لك أنت يا ابني ما خلصت الصف الأول لسه، اللي كيف رح تصير طيار؟ بدك تدرس كتير لتصير هيك. بس الولد ضل يفكر كتير بهديك الطيارة. قال: اسمعيني أمي، والله رح أدرس كتير وأجتهد، أنا بوعدك بهذا الشي، رجعوا بعتوني على المدرسة. إيه الولد قدر يصير طيار؟ طيار هلأ واقف قدامك. شو يعني أسومان؟ السما هي اللي بيعشقوها، واللي كمان بيقدموا رواحهم لإلها. أنا برأيي إنك تقوصي طير وهو عم يطير أحسن من إنك تحرميه من الطيران يا مدام خديجة. نحن عم ندرب زملاء الطيران هون، ونحن بالنسبة لإلهم أساتذتهم، وهنن بالمستقبل رح يصيروا أساتذة. يعني بالحقيقة نحن هون عم نربي الجيل الجديد. خديجة خانو، أحمد صار آخذ كرتين أحمر، إذا هلأ أخذ الكرت الثالث رح تكون هي نهايته، وما عاد تشوفيه هو عم يطير مرة ثانية. Thank you.
ابني انا رح يطير. تعرف مين اول ناس بيموتوا بالحرب؟ اللي ما إلن اي حدا. في شي بدي اقلك اياه عن قريب. رح تصير طيار انت وطاير بالسماء. تذكر انه في حدا ناطرك. رح اتذكر. فهمت ليش سألتك شو هو اول شي طيرته يا احمد؟ على الاغلب فهمت سيدي. ايه منيح ما طرت وانت وحيد لهلا. طيران له تمام. بتحس الوقت بيوقف بالسماء بس على الارض بيمرق دغري. انت وطاير بيقدم ثانيه وبيرجع ثانيه. ولما بتجي عاصفة بتدعي انه ما ينكسر جناح الطيارة وبترجف مثل القصب. الخمس دقايق بتمرق وكأنها خمس ساعات وبتحس انه الموت قريب منك. وبتشوف قدامك شريط حياتك كله من لما كنت صغير لوقت ما كبرت. احمد بلحظتها بتندم على اللي فاتك. انت ارتبطت بانسانه ليكون في مين ناطرك منشان ما تخلي الموت ياخدك بسهوله. انا مسافر برا البلد. خلي سيارتي معك. يمكن طول شوي. انتبه عليها كثير منيح. مرحبا غصون، كيفك؟ ايه انا كمان منيح. نحنا رح نتخرج وحبيت اني اعزمك. فولارك لساته معلق برقبتي. بالعموم انت ما عم تردي على تليفوناتي وانا ما عم شيله ابدا. بالمره ما عم تشيله؟ انت متاكد؟ شباب بعد شوي لشوفه. اخي شوف، شفت اسماء؟ نحن ثلاثه اسماءنا طلعت مع بعضها هيك كلياتنا. والله ما عم صدق. ونور كمان. الف الحمد لله. هيك رح نضل مع بعض. فرحان كثير بهالشيء. علقوا الاسماء. عن جد؟ واسمي F16 ما هيك؟ ايه F16. وانت شو؟ اكيد F4. كثير منيح، الف مبروك. احمد بارك لمصطفى كمان. مبروك مصطفى، طلعنا مع بعضنا. اسأل توأمك هي اللي قرت الاسماء. F4. شو؟ مصطفى انت بعتني؟ ليش؟ لك هي بنت صغيره، كيف بدها تدير طياره مثل F4 لحالها؟ لا يا مصطفى، خلصنا حكي فاضي. لا تخليني اجي، انت جنت على حالك. ايه تعي تعي. أوف. هذه القاعدة، القاعدة التي تدرب فيها وتخرج منها أقوى وأفضل الطيارين، ليست إلا البداية لهم. ومن الآن فصاعدا في انتظاركم دروس وجولات طيران صعبة جدا. أتمنى من الجميع المشاركة في تطبيقات صقور الأناضول وأن يستفيد الجميع مما تعلموه في القاعدة. أبنائي أنتم مغادرون هذا العش وأنتم صقور. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح الدائم. شكرا. ألف مبروك، أنت أول بنت بتنهي الدورة وهي الأولى على دفعتها. كوني ناجحة هيك دائما. الحكي بيناتنا، طيارة الإف 16 حلوة بس طيارة الإف 4 رائعة. شكرا. قيادة الإف 4 بدها عزم كبير. أحسنت. شكرا. قلي لشوف ليش بيقولوا لك على الشعرة؟ كنت طاير بمحاذاة قائد السربعة بعد شعرة سيدي. مبروك، انت هلأ صرت زميلي. ما تنسى كلامي أحمد ودير بالك على سيارتي. شكرا. يا ريت لو كانوا أبهاتكن هون وشافوكم متخرجين. هنن معنا على طول وبيناتنا كمان. وليش ما أجد غصون؟ أنا اليوم رايح لعنده. ايه كتير ماشي. ايه منيح.
يلا رح نرجع نعيد من الأول. عزفك كان اليوم كتير حلو. لا بيطلع معي أحسن من هيك، ما كنت مركزة. لا 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 أنت عم تحكي لا غلط. عن جد كان كتير حلو. عن جد عم قلك كان كتير عزفك جاملي. حلو. لك أنت شو ما عملتي بتطلعي بتطير العقل. إيه بكفي إنه أنا رفيقك. تعي خلينا نستعجل ونروح لأنه الشباب هلأ بيكونوا ناطرين على نار. صقور كلكم جايين لهون لتتعلموا الطيران، ورح تتعلموا تصيدوا العدو بالسماء. في منكم بالF5 ومنكم بالF4 وفي منكم كمان على الF16، والأفضل بينكم بس هن اللي رح يطيروا بالطيارات الحربية، بالإضافة إنه الطيارين الأفضل هن بس رح يشاركوا بالتطبيقات الدولية اللي منقوم بتنظيمها بهي القاعدة، وهي اسمها صقور الأناضول. وطبعا رح يشارك بهالتنظيم هاد أفضل الطيارين من أنحاء العالم كله، بالإضافة إنه هلأ نحن عم نحضر للاحتفال بالF-16 بالسنة المية للعرض البهلواني اسمه سولا تورك. شو هاد؟ مو معقول، شي مو طبيعي. رح تدخلي بالسولا تورك؟ لو الاف أربعة كنت بفكر، بس يمكن مصطفى حابب يشارك فيها، ما هيك؟ شو هالحكي هاد؟ لو انك قبلتي كنت قبلت. بس انت اكيد ما؟ هلا لو اف 16 الحربية ايه، بس الاستعراض بالجو وهالقصص يعني ما بتستهوين. لا عن جد، بس لما تتفرج عليهم بيطير عقلك. لا مو هيك، انا عم بتطلع وبس. بعدين انا ماني مثلك واقف ناطرهم ساعة لاخذ توقيع منهم. توقيع لجارتنا مو لإلي انا. بعرف هذا الشيء، بعرف. هل عني؟ شادي دائما بتتأخر ثاني بكل الحركات. لا بقى تتأخر ابني، كان في وراك اثنين، إذا أنت تأخرت شو بدهم يعملوا؟ أمرك سيدي. التأخير بيخربط لنا كل شيء، ولا أنت ما كنت تعرف تطير؟ بتضل خارج السرب وبضل حرك لك بإيدي، ليش ما عم تقرب؟ قربت سيدي تقريبا شي مترين. قلت لي مترين؟ رح أرجيك المسافة اللي لازم تقربها، هي هي المسافة قد هي بالضبط. ماشي سيدي مفهوم. وأنت شو كان بدك؟ سيدي ممكن توقع لي إياها مشان جارتنا؟ رح خلي الشباب يوقعوها وبتاخديها. ماشي شكرا سيدي. سيدي أنا باخدها. ماشي. يعطيكم العافية شباب. شت. لك شو كنتوا عم تعملوا فوق؟ عنا مناسبة وكنا عم نعمل بروفا عليها. مناسبة شو؟ أي بروفا؟ بروفا لأول رقصة. ها؟ لا تقولها. عن جد عم تحكي؟ طبعا. برافو عليك وأخيرا. وأنا اللي كنت دائما عم أقول هدول الاثنين شغلتهم فاضية. لا أبدا. بلا غلاظة. ديروا بالكن على بعض. إيه؟ وانت انتبه على حالك، أنقرة كتير قريبة، ابقى تعا. ما تزعل من هالناحية، ما تاكل هم أبدا، الصبح قتلة والمساء قتلة. وأنا بقتله كمان. يلا توصلوا بالسلام. ابقى زورنا. ايه خلاص أكيد. شبك أحمد؟ اللي فيك شي؟ لا ما في شي. لك يلا روح بقى. طلعي. الحمد لله على السلامة سيدي. الله يسلمك، الطيارة شغالة والحمد لله ما فيها أي عطل. شكرا لك. أنا اللي بشكرك. أوف
لك شو هاد؟ شبك مصطفى؟ شكلك ما عرفت تعمل شي. رجعتي الطيارة للسبعة وبعدين دفشتيها وبعدين عطيتيها على الآخر. تعرفي إنه عيار إيدك منزوع؟ كنت رح موت من الرعبة. حاجتك ما بدها هالقد. كيف زبطتي وضع الطيارة؟ شغلت مخي. إيه لا الحمد لله تمام. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. سمعت إنه رايحين تشاركوا بصقور الأناضول. إيه يبارك فيك. بالإذن. الله يبارك فيك. خبر حلو. قلتك بترجع تجتمع الشلة من جديد هنيك؟ إيه طبعاً والخناجر جاهزة. رح أطلع بروحهم بس شوفهم. رميت كل القنابل. بس القنابل الكروية لا. وإذا تكررت هالغلطة بالتطبيقات منتبهدل. بس يا سيدي ما حملنا قنابل كروية على طيارتك. كيف يعني؟ أنتوا كيف بتنسوا تحملوا قنابل كروية عليها؟ في شي حضرة الملازم؟ أنتوا ما نكون محملين قنابل كروية على الطيارة؟ شو هالإهمال هاد؟ ببرنامج الطيران مسجل عنا أنه رح تتحمل بس قنابل تعليمية للمهمة، مو مسجل قنابل كروية. معقول هذا الشي؟ كيف ما في قنابل كروية بمهمة رمي؟ ما نكون محملينهن وبس. لا مو صحيح. طلع بالبرنامج مسجل عندي قنابل تعليمية بس مو قنابل كروية. سيدي أنت قبل الطيران قريت كل البرنامج وشفت الطيارة وتفحصتها منيح، عملت كل هالشغلات ما هيك؟ إذا هذا هيك دائماً راحت علينا. اسمع لساته صغير، لساته بأول الطريق، بتصير هيك مواقف، أهدى وما تضايق حالك. معقول ما إجي يعني؟ هذا عرسك يا روحي. بعدين العرس مو كان بشهر آب، ليش قدمتوا الموعد؟ صح، بس نحن حبينا نعمله قبل التطبيقات بس مشان هيك يعني. أبو رضا توصل؟ بالمناسبة أوسو صالح رح يكون هنيك كمان. عن جد عم تحكي؟ هذا الخبر عدل لي مزاجي والله. فهمت شي، معناها أنت مزعوج. والله ما تذكريني، بعد ما نزلت من الطيارة تناشفت مع التقني من غير سبب. أي ماشي، لا تحملها زيادة، بيكون مارق على راسه مثلك وأزواد، متعود يعني. طير مميز كتير، كان عنده عش بشجرة العلم، كان بيملك كل ثقافات الأزمان، ولما الموت إجا تحول لشعلة نار وحرق حاله، بس رجع خلق حاله من الرماد. هو خالد يعني، غاية طير العنقاء بس إنه يخلي الأرض والسماء موحدين على مر الزمان. بس ما بعرف إذا قدر يحقق هذا الشيء. أنت كان حلمك تصير طيار؟ كتير كان حلمي. هلأ لما بشوف الطيارين نازلين سالمين من الطيارة بفرح من قلبي. ممكن شوف؟ تسلم إيدك، عن جد طالعة كتير حلوة. صباح الخير، يعطيك العافية. أهلين أهلين حضرة الملازم. لا تأخذني على سوء التفاهم مبارح. عادي بتصير هالمواقف معنا. يا شباب استراحة بقلاوة، تفضلوا. الوان شو حضرة الملازم؟ حلو. تعالوا تعالوا يلا. والله جت بوقتها. تولين؟ هذا أنت؟ أحمد؟ شو لهلأ ما خلص البحث تبعك؟ خلصت البحث من زمان. شو عم تعملي هون لك؟ ما أنا هون بقونيا، استلمت وظيفة تدريس بالجامعة. عجبهم البحث تبعي كتير وهلأ عم بعمل الدكتوراه. أي حلو كتير، شو أخبار الرسم؟ تمام، أنت شو أخبارك؟ الحمد لله أنا منيح كتير. تولين خانم، حضرة الملازم، تفضل ذوق البقلاوة. صحتين وهنا، تفضلوا يا شباب. عقلبك سيدي. شكرا سيدي. هلأ هذا هو الرمز الجديد؟ نعم سيدي. حلو كتير، رمز قونيا قبل كل شيء. هذا ما بيعني بس رمز قونيا، بيعني كمان الطيارين اللي بيجوا من كل دول العالم لعنا. الرمز بيقول لهم تعالوا شاركونا هالتطبيقات. بابا كان بيقول عن الطيارين عصافير السماء لأنهم على طول طايرين. الطيران بالنسبة لكم حياة، بس بالنسبة لألنا قلق ووجع إرهاق. أنتوا طايرين مندعي لكم حضرة الملازم. حضرتك ما بتتخيل الوجع لما نروح لنفضي خزان الطيار ما رجع، ننقهر كتير. يلا يلا لسه في بقلاوة كتير، قربوا. شكرا كتير سيدي، يسلموا. ما بينحكى فيها صحتين وهنا. هي سيارة حلوة كتير ولا بقى لشخص مثلك، بس تعباني كل ما بشوفها بلاقيها مهترية أكتر. معك حق،
ما لقيت معلم يفهم فيها. الفتاس تعبان وكمان بتحرق زيت. لا وعندي عرس وناوي روح كمان. خلص أحمد منروح بسيارتي. حضرة الملازم خليها عنا، أنا بشوف لك إياها. ليش بتفهم فيها؟ تولين حضرة الملازم تفضلوا، بدي فرجيكم شي. يلا تفضلوا. عطيني المفتاح. تبهي منيح، ديري بالك على راسك. هالطيارة لما أجتنا كانت محروقة على الآخر تقريبا. الأميركان فكروا أنه ترميم هالطيارة مهمة مستحيلة، بس نحن بتركيا رممناها. ممتاز، برافو عليكم، أنا عن جد فخور فيكم. ونحن كمان فخورين، ورح تطير عن قريب كمان. هالطيارة احترقت وترممت ورجعت لكم العنقاء، وأنا رح أطير فيها. شو لوين؟ رايح عندي عرس سيدي. طيب، رحلة موفقة. شكرا، شكرا كتير. شو أخبارك؟ منيحة، هات عنك. يلا ركبي لقلك. لا يلا بقى يلا. مثل ما بدك. ايه رح تصيري دكتورة عن قريب. وهلأ بحثي عن نفسية اللي مو قدرانين يطيروا. بس كنت تلوني خوز بطريقة حلوة كتير، بعدك بتلوني؟ دكتورة صعبة كتير أحمد، بآخر فترة ما عم يصح لي لا أرسم ولا لون ولا أعمل بس شيء. بس بتلوني خوزتي ما؟ ايه بشوف. شو أخبار غصون؟ رح تجي على العرس ما؟ صار لنا شهور ما عم نحكي. بتعرفي أنت هي السبب. بقدم لك إيلين، ابن دفعتي أوس. إيه الحمد لله أنه بالآخر عرفنا على بعض. شرفت بمعرفتك، كيفك؟ منيحة وأنت؟ أنا هلأ صرت منيح. إيه اللي يا دورية البحث والإنقاذ، كم واحد أنقذت؟ والله ولا حدا، لأنه مالي خلق وما بحب هاي الشغلة أصلا. أوس بالوقت يلي الكل قاتل حاله يطلع مهمات، أنا بدعي ما أطلع ولا مهمة واحدة. إيه وليش هيك صاير؟ أنا ما كنت بعرفك أنك تنبل. اللي انت ليش لحالك؟ شو ما عاد لك جاذبية؟ شوف مين اجا. مرحبا. اهلين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين فيك غصون. إيلين مرحبا. اهلين، تشرفت معك. وانا كمان. هلا نحن لانه تشائنا كتير بالحفلة زتونا برا، ما رضوا يفوتونا. بس اكيد بسببك رح يفوتونا، انت طالعة كتير حلوة. شكرا كتير. أحمد على الطريق، بس خالي خديجة وخالي نسرين جوا، إذا بتحبي منفوت. ها ليكو أحمد هلأ وصل. شكرا. عفوا. مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا. أهلين. أهلين كيفكم؟ نحن خلينا نفوت. سيدة عائشة دينجر، الآن أنا أسألك هل تقبلين بالزواج من السيد مصطفى هزارجي بكامل رغبتك ومن دون أي ضغط؟ تقبل. السيد مصطفى هزارجي، هل تقبل بالزواج من السيدة عائشة دينجر؟ تقبل. إيه لك من أولها لازم.
هيك. يلا. تفضل. لا شكرا. أهلا وسهلا بجميع المشاركين. كما ترون أمامكم الآن في السنة 100 لتنظيم تطبيقات صقور الأناضول سيتم تنفيذها 15 نوع مختلف من الطائرات الحربية المقاتلة المشاركة من 5 بلدان: الطائرات التابعة للفيلق 132 المكون من أفضل طياري قوى الطيران التركية وأكثرهم خبرة سيقومون بمهمة القوى الحمراء المتمثلة بالعدو، والقوى الجوية المتمثلة بالقوى الزرقاء ستساعد في مهمة تعليم المشاركين. تطبيقات هذا العام سيتم التركيز فيها على مناورات جو-جو جو-أرض، بالإضافة إلى أنه سيتم تطبيق مهمات ملء وقود الطائرات جواً ومهمات النقل والقذف. أتمنى للجميع طيراناً آمناً وهبوطاً موفقاً. آه من هالسنين ختيرنا وكبرنا، قديش لنا ما شفنا بعض يا شباب. ليش تتغالط؟ لك ما ضل عندي سن بتمي، ما اعرف اكل. لك يحرق ديبك، الي من ايام الاعدادي ما ضحكت هالضحك هاد. ايه هي صرنا بنفس القاعده وراح نضل نضحك هيك. اسمعوا لي اهلين، اذا حدا فكر يطاردكم مثل الفرايس راح اتفرج عليكم، يعني ما تطالعوا لي شغل بكره. والله ما بدي ادور عليكم بالجبال. حاشاك غلاصه، خليني انتبه على حاله لاني ما راح ارحم حدا. مزبوط. شو عم بتقول انت؟ ايه بنشوف لك. لا هي كبيرة عادي، خذها في غيرها، ما عندي أي مشكلة. اسمعوني شباب وشيلونا من المزح هلا. قال إذا كنا ناجحين بالتطبيقات مخصصين مكافأة كبيرة، مين رح ياخذها؟ أكيد للمكافأة. أنت روح نام. يلا عنا بقى. يلا يلا تحركوا، سولاتورك رح توصل. آه جيب هالغراض. يلا الحمد لله على السلامة كمال. الله يسلمك، كيفك؟ مشتاق لك. أنا رح شوف الطيارة. شكلك اشتقت لها ما؟ أهلين سيدي كمال. أهلين. شو هاد شكلكم كلكم مجتمعين هون؟ شو عم تعملوا هون؟ أنا بهالقاعدة أصلاً، وهن هون مشان التطبيقات. ما هن شاركوا بالتطبيقات اعتماداً علي أنا، منشان ننتبه عليهم وإلا رح يصيدوهم واحد واحد مثل الأرانب. أصلاً أنا كنت بعرف إني رح شوفكم بالتطبيقات، بس أنتوا شو عم تعملوا هون؟ والله نحن كنا حابين نتفرج عن قريب، بس ما كنا منعرف إنه سيادتك الطيار. إيه ممتاز، معناتها تفرجوا على الطيارة منيح، لأنه يمكن تركبوها شي يوم. وصلت الرسالة سيدي، مهمتك برا البلد انتهت ولا أنت هون مشان التطبيقات؟ لا انتهت، نحن سوا بالتطبيقات، رح تطير بالفريق الأحمر؟ إيه وسولا تورك. بعدين بنحكي بالسولاتورك. ايه شو وضع سيارتي؟ سيدي انا عندي شغل بالورشه اللي هنيك، بلاقي حضرتك بعد شوي. رح نشرب شاي الحقنا. تمام، تعالوا خلونا نشرب كاسه شاي سوا. تفضل. وقفت سيدي. على ناقص 3 جي ما؟ يعطيكم العافيه. السيد ناجي وينه؟ ليكو هنيك. أنا بتشكرك ناجي. ناجي أمرني حضرة الملازم. شو صار بالسيارة تبعي لأنه وصل صاحبها؟ سيارة؟ كنا بنعرف أنك جاي، لا تأكل هم أبدا.
بتلاقيها بالموقف. يسلموا هاليدين. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. برافو عليك، منتبه عليها منيح. سيدي تفضل المفتاح. أحسن من قبل بكتير. طلع نساوي فتلة. ونور، هي أول مشاركة إلك. اسمع، السنة الماضية لأنه أسقطنا بسرعة أغلب الطائرات وصلنا تنبيه نهدي شوي، ما منهجم كتير من أول يوم. تركوا ياخدنا. مفهوم سيدي. ماشي؟ بكفي سيدي إنه ما يصيبنا. سر بالخنجر، مجموعتين من الأزرق، 1-0-0-50 ميل، الفريق الجنوبي طائرتين، 1-2-0-5-40 ميل، في حالة الاقتراب منكم يرجى الحذر. شو الوضع أوس؟ الوضع انه الاحمر متقدمين من الغرب والازرق متقدمين من الشرق، ورقم 2 من سريه الخنجر طائرته الاحمر. رقم 1-1-0-0-50 ميل، 45 ميل تقترب. رقم 2 تحرك فورا. رقم 2 علم. خنجر 2 عندك تهديد باتجاه الساعه 13، المدى 10 اميال من الفريق الازرق طائرتين. علم حول. رقم 2 تتحرك. خنجر 2 إصابتك ناجحة، أزرق رقم 1 خارج السرب. علم حول. خنجر 2 انتبه، طيارتين من الفريق الأزرق من الشمال يمينا ومن اليسار جنوبا تحاول الإطباق عليك. في مرمى الهدف. سدد. فشل. برافو أحمد، برافو عليك. مبروك أخي، من أول يوم منزل 3 زرق. والله ما كنت متوقع. لو ما حذرك أوس كانوا صادوك من أول ما طلعت. أي مزبوط حكيه، لما سمعت صوته لأوس ركزت منيح. أحمد وصل لجنب آخر طيارة بالسماء وصابها بطريقة سريعة كتير. شكلك حبيت هالشغلة. أوه شايفك رايق على الآخر. اسمع، هدول الناس مو ملاقين مجال جوي فاضي ومشان يكسبوا تجربة لساعتين جايين من دول وأماكن بعيدة، وهنن كل سنة منتظرين هالتطبيقات. بس انت شو عملت؟ من طلعتهم نزلت قائدهم وبعدين نزلت طيارتين منهم. ابني تروك الناس بحالهم شوي. لا مستحيل، أكيد في خطأ. طيب شو الخطأ؟ مستحيل إنه يكون الملازم أول نفد من الصاروخ اللي أطلقوه عليه بهالسهولة والذكاء. أنا مالي مستغرب، بس على كل حال رح راجع المقطع. ابني ممكن تعرض لي أول مناورة لأحمد؟ فورا سيدي. ونور بتكون كنيته. هي أول مشاركة له بالتطبيقات؟ إيه؟ ماله سيء، ماله سيء أبدا. هذا من طلابي. أول شي بعبي خزانات الوقود تبع طيارتي، بعدين بقوم بحماية إحدى طائرات النقل من نوع C-130 من اعتداء الفريق الأحمر أثناء إنزال الحمولة بالمطار، ولازم نكون كتير حذرين. إذا تمت إصابة طائرة النقل رح تعتبر هاي المهمة مو ناجحة للأسف. بعد حمايتنا للطيارة 130 منفجر الأهداف على الأرض. إطلاق. بهاي المهمة الملازم أول مصطفى رح يطلق لأول مرة صاروخ حي مزود بكاميرا لإمكانية مشاهدة صاروخ سام عند الإطلاق، وطبعاً بهمنا جداً مشاهدة عمل الصاروخ على الأرض بعد الإطلاق. من إيبك إلى بانتر، بولساي 090، 40 ميل 24,000 قدم، مجموعة وحدة. بانتر 2 يتحدث، الطائرات غير محمية، الانتشار حسب المخطط، تحرك. علم بانتر 2، سأتحرك. Thank you.
أحمد كان رح يصطدم بالطيارة. عرضها مرة ثانية. لك أخي أنت شو عملت؟ كنت رح تقتلنا نحن الاثنين. مصطفى خلاص. أحمد خلاص لا تزعل، كل شي بينحل. لا تاكل هم أنت. ماشي. يلا بقى. مصطفى شبك، روق شوي. خلاص اسكتي. وكانوا مصرين إلا وبدهم كاميرات على الصواريخ، لأنه قال شو هدوك الصواريخ من المستحيل إنه يصيبوا الهدفين. لهيك قلت لهم روحوا شوفوا بالهنجار. وعن جد راحوا شافوا بالهنجار سيدي؟ كنت قل لهم الفرق بالعزم وقوة الهي. أنتوا طول الوقت عم تحكوا عن العزم والقوة، بس أنا ما عم بفهم كيف تتحملوا هالشي. عشق تولي هيام، سألي أحمد عن هالعشق. مساء الخير. مساء النور. كيفكن يا شباب؟ تمام. الملازم أول عائشة؟ نعم. أنا بهنيكي على كل شيء. شكرا. هاي المشاركة الثالثة إلي، وما شفت من قبل إصابة للهدف مثل إصابتك. شكرا كتير سيدي. هلأ بعتقد أنه بكرة هو اليوم الأخير، بشوفكم بالسنة الجاية. أنت بقونيا والقول المأسور هون، عد وقاعد الكرب القدوم. إيه سمعت بهالقول المأسور، ربما أعود. شكرا، تصبحوا على خير. وانت من أهله. إيه أحمد، كنا عم نحكي عن العشق وما كملنا. إذا ما كمل ما بيكون اسمه عشق. انسي خلص. صحتين هنا. خلص يا جماعة، أنا بحل الموضوع. كل السنة. كل السنة؟ إيه؟ لو نص السنة نص مصيبة، بس كل السنة؟ كل اللي تعلمته إنه ما أستنى حدا. رح ألف فنجاني ووحدة منكم رح تفتح لي الفال. أنا ما بعرف، بس هي بتفتح منيح. بس أنا ما حبيت حكي أبدا هذيك المرة. عن جد أنا حسيتها شاطرة. إيه وبتضل بتقول نفس الحكي كل الوقت وللكل. أحمد مرني سيدي. وبعدين معك؟ ما فيني شي سيدي، حضرتك بتعرف اللي أنا عملته. صار اللي صار وخلص. كل طيران هو أول طيران. لا سيدي، كان الأخير بالنسبة لي. أنا ما عاد فيني أتحمل، كتير مقهور. اللي صار كان أصعب عقوبة بالنسبة لي. ما حدا ناطره لأحمد، ما حدا ناطره. اسمع لقلك، الحياة ما بينحزر عليها شو ممكن تحط بطريق البني آدم. Thank you.
طبيب. إصابة. خنجر 2 مبروك، تمت المهمة بنجاح. التمرين التطبيقي انتهى. لا. إيبك، خنجر 2 يتكلم. انتهت المهمة. طائرتان ترجعان إلى المدرج. ليك إجا حبيبك. مرة رحت مع سرية نجوم تركية على دبي. مبروك يا شباب، نجحتوا. إيبك رادار، هل تسمعوني؟ حالة طارئة، حالة طارئة. اصطدام طيور بالمحرك. المحرك غير طبيعي. أطلب الإذن لهبوط اضطراري. هل أنت بحاجة لمساعدة؟ حالة طارئة. سلبي، المحرك لا يزال يعمل. سأحاول الهبوط. يرجى من الفرق التحضير لهبوط صعب. أحمد، ما رح تتوازن، فكر بالقذف. إيبك، لا أفكر بالقذف. سأحاول الهبوط بالطائرة. أوس، أنا رايح على الهليكوبتر، خليني أحاول ساعده. خنجر 2، إيبك، أنت بالمسافة المناسبة للقذف، لا تتأخر بهذا القرار. إيبك، خنجر 2 لن يقذف. خنجر 2، هل تسمعني؟ ما المطلوب؟ حول. خنجر 2، أطلب تحضير شبكة الصيد. خنجر 2، قديش ضل عندك وقود؟ قرب يخلص. أحمد، اترك الطيارة فورا. سلبي سيدي، رح أجرب أنزل بالطيارة. أحمد، بكرر كمان، اترك الطيارة فورا. سيدي ما بقدر، هاي العنقاء أنا ما بتركها. أحمد، المحرك معطل، ارتفاعك غير كافي. بكرر كمان، ارتفاعك غير كافي. أحمد، أحمد سرعتك. سيدي اقصف اقصف. أحمد، البنزين رح يخلص. اقصف. سلبي سيدي. أحمد، فورا وجه الطيارة لبرات المدينة. واقصف حالك بقى، خلصني. أنا ما رح أقصف حالي سيدي، في مين ناطرني. يا الله، طولي بالك يا رب. سيدي، المحرك رح يوقف بعد شوي. يا رح تقلب معه أو ما توطي الرأس. ما توطي الرأس، ارفع الرأس بقى. ممتاز. المظلة، الخطاف. وازنة. واقف أحمد، مشان الله واقف. واقف. عايشين. الحمد لله قدر يوقف. أنت منيح سيدي؟ الحمد لله على سلامتك سيدي. ممتاز. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خليني ضبها. روح. شكرا. خليل.
تفضل لي على السلامة. الله يسلمك حبيبتي. على السلامة. خوفتنا عليك يا رجل. تضعب بشكل خوفتنا عليك. على السلامة. الحمد لله يا رب. عفو. استعجلوا. شفته؟ ايه شفته. مبروك يا سيدي. شكرا. ايه معك حق. بس يا اخي عن جد كان يوم يا صعب. يا جماعة عندكم خبر؟ القائد العام بده يشوفكم يا شباب. الملازم أول عائشة. الملازم أول أحمد. أهلاً وسهلاً. أنا طلبت شوفكن شخصياً على قد ما عجبتوني. أنتوا اتنين رفعتوا راسنا بتطبيقات هاي السنة. شكراً. والدك كان من أفضل الطلاب عندي، وأنت طلعتي متفوقة وذكية مثله. شكراً سيدي. بنتي أنت شو ناوي تعملي من هلأ ورايح؟ في أي شيء بتحبي تطلبيه قولي شو ما بدك، لا تترددي. سيدي أنا حابة كون الطيارة على متن سولاتورك باستعراض القادم. عن جد بنتي؟ قائدكم كمال هو اللي عمل قودة. لا لا، هو رشحك لهذا المكان وطلب مني اسألك إذا أنت بدك هالشي. يلا روحي بلشي التدريب فورا. سيدي القائد أمركم. بتمنى لكم التوفيق لألكم ولكل الشباب. شكرا. شكرا. ملازم أحمد. نعم سيدي القائد. القائد كمان طلب مني ضمك لسرية نجوم تركيا، وأنا وقعت على الطلب من شوي. ألف مبروك. شكراً.